Inspection. Good exposure, joint above. Good positioning with patient. Good positioning with VNA. By inspection, there is no skin, scar, or sinuses. There is no dilated veins, cautery, or scratch mark. There is no subcutaneous nodule. There is no muscle wasting. شوف الكوادريسبس. There is no bone deformity. جينوفالجس ولا بارس لما يوقف أحسن. And there is no joint fusion. خاطر شفت البارا بتلا باوشز. كملنا الانسبكشن. لازم شوية الالارم اللي قلنا عليه. I have to inspect the back. I have to inspect the patient while he's standing, while he's moving for the gate. تمام. All the time comparing. والبيشن اللي هو الفيل هنا. Look feel. Feel هنا. أول حاجة I have to take permission من البيشن نفسه. إني نعمل على الدماغ. وبعدك أول حاجة the temperature. Compare right to the left. Compare right. نفسها the same side below and above. ودير comment there is no skin changes. Temperature مثلا. بعد الكمبير بالتمبرتشر حنشوف تندرنس نفسه مع البوينت مارك. احلى بوينت مارك واضح هنا عندي تيمر فيمر الكوندايلس تيبي كوندايلس بينهم جوينت سبيس باتيلا اول اوفر بالبابل ننزل منها تيبي تيبرستي لاتري ننزل على خاطر فيمر الهيد او فيبيولار هيد هيد اوف ذا فيبيولا. اذروايز لو طلب منه جوينت سبيس نجي على اللور بوردر بالضبط وننزل عمودي ونشوفه اللي هي جوينت لاين. هذه حكايه الفيل على خاطر تمبرتشر وكذا. لو انت البوينت مارك كملتهم حيقول لك وات از فيوجن تيست. كان في تيست اصلا بوزيتيف. حندير اول واحد باتيلر تاب سكويزنج للسوبرا باتيلر باوش قويه شويه سكويزنج وندير باتيلر تاب هو الاول تاع المودريت. لو طلع بوزيتيف حندير الفيوجن تيست. لو طلع نيجاتيف حندير المايل سكويزنج تيست. سكويزنج فور ذا لاترال باوش and inspect the medial. كان في fullness that means ان في mild diffusion ونعكسها بعدين lateral medial ونشوف lateral. قلت compare squeezing وديما compare other side لو في امكانيه. كملت الفيجن تست انت كملت الفيل. تعال على الموف. ask patient هو الاول active movement. ما فيش وقت خلينا نديره passive movement. movement في knees modified hinge عندها flexion لحد ما يوصل back عن back عندها extension normally zero otherwise عندها شويه limitation اللي هو rotation. Medial rotation, lateral rotation. The نهم وتعلق. There is no limitation of movement. Compare. مش الجهة الثانية دي flexion, دي extension ومعها شوية rotation. لأن compare and comment. There is no limitation of movement. After the movement, special test. First of all, special test مثلاً test for collateral ligament. اللي هو stress valgus varus. Stress valgus for medial collateral ligament. ونشوف كان في widening the space ولا بين. ستريس فارس فور لاترال كولاترال ليجمنت شوف كان في وايدنج ذا سبيس ولا بين. هذا ستريس فالجس وفارس فور كولاترال ليجمنت. مازال غير هيك ستريس فالجس وفارس فور ذا كروشيه توا انتيريور دروور وبستيريور دروور 90 ديجري قاعد على الجهه هذه ونشوف دروور تست بالطريقه هذه انتيريور دروور وبستيريور دروور. هذا توا انتيريور دروور وبستيريور دروور. غيرها في تست احسن اللي هو الاخمن تست 20 ونشوفه بالطريقه هذيك كان فيها انتيريور ولا بستيريور. هذا درور تيست ولا لخمن تيست فور كروشين فور من سكيل ماك ماي تيست فليكشن 90 يدي على الميديال سايد تاع الجوينت بالم على السول ثم على الميديال مينورس وندير لاتر روتيشن اند ادكشن فور ذا ميديال مينورس فور ذا ميديال مينسكس لحد ما يجي الاكستنشن كامله. اذروايز فور ذا لاتر مينسكس حنشوف يدي على لاتر سايد وثم على هنا وندير ميديال روتيشن ادكشن لحد ما نوصل الاكستنشن. اخر حاجه I want to examine the joint above and below. غيرها I want to do nerve and physical examination with lymph node examination. What is general examination? تفضل. شكرا. الجاي تبعك